السلام عليكم، اسمي سعيد محمد السعيد، أخصائي تمريض في ألمانيا. الحمد لله وصلت ألمانيا في شهر 1 2020. عملت المعادلة هنا الحمد لله وأنهيتها. أنا أساسا بكالوريوس تمريض جامعة المنصورة، ووصلت هنا الحمد لله عن طريق السفارة الألمانية في الكويت بمساعدة ماين أجنتور. اتعرفت على شركة ماين أجنتور في أنسفانسش من أصدقائي اللي كانوا وصلوا هنا قبلية، والحمد لله تابعت مع الشركة لحد ما وصلت للسفارة بتوجيهاتهم ومساعداتهم. الموضوع مثلا ممكن يكون مختلف بالنسبة لي شوية ما بين السفارة الألمانية في القاهرة والسفارة الألمانية في الكويت. الوضع كان بسيط الحمد لله وسهل في الكويت، تمام، سواء مواعيد او اي حاجه، بس الحمد لله الشركه بتكون متابعه معاك في جميع النواحي. يعني زي ما كانت بتساعد الناس في السفاره الالمانيه في القاهره، كانت بتساعدني برضو في السفاره الالمانيه في الكويت. الحمد لله امتحنت وخلصت وبقيت فاخ كرافت هنا في المانيا. والحمد لله حاليا شغال في مستشفى هنا في المانيا. بالنسبه للشغل هنا كمعادلة، كانت المعادلة بتاعتنا عبارة عن نظري وعملي، تمام. أنا حتى المفروض إن أنا كنت أقعد أقضي المعادلة كلها، الحمد لله خلصتها بدري شهرين. امتحنت، الموضوع ما كانش صعب يعني الحمد لله. بالنسبة للامتحان الدراسة هنا برضو الفكرة كلها في اللغة، كل حاجة طبعا باللغة الألمانية. هو ما بيضيفش حاجة عن المحتوى اللي احنا بناخده في مصر، تمام، لأن احنا درسنا 5 سنين في الجامعة، تمام. فالموضوع مش صعب بالنسبة للمحتوى العلمي قد ما هو الاختلاف كله في اللغة، تمام. فطبعا نصيحتي ليكم اللغة أهم حاجة، اللغة هتساعدك في سواء في الدراسة سواء في الشغل سواء في تعاملاتك هنا. نادر جدا لو قابلت حد بيتكلم لغة غير الألماني. بالنسبة لشركة ماين اجنتور، كانت معانا في وقت الدراسة الحمد لله من ساعة ما وصلت هنا ألمانيا، معايا من بعد ما خلصت دراسة، من بدأت من وقت ما بديت الدراسة لحد ما أنهيت الدراسة ولحد ما اشتغلت دلوقتي الحمد لله. طبعا بشكر أستاذ هير محمد البحيري، معانا كان معايا خطوة بخطوة من وقت ما كنت لسه في الكويت، ضمن أوراق كانوا بيطلبوها في السفارة أو أي شيء، لحد ما وصلت هنا الحمد لله. لحد ما امتحنت، وبعد ما امتحنت والحمد لله مضيت عقد عمل مع المستشفى لتجديد الإقامة وإلخ إلخ إلخ. دلوقتي الحمد لله شركة ماين أجنتور بقى ليها فروع في مصر. الموضوع ده ممكن ما كانش موجود الاول على ايام ما كان ايامنا وايام الجروب اللي قبلينا، ما كانش لسه في مقر الشركة في مصر. الحمد لله الشركة قدرت تعمل كذا فرع دلوقتي في مصر، من ضمنهم فرع في المنصورة في الاسكندرية وفي كذا فرع في انحاء الجمهورية، اللي هي شركة كيرلاند. شركة كيرلاند طبعا زي ما انا قلت تابعة لشركة ماين اجنتور في انسفانسش، المقر ليها في مصر. وكنت تعاملات كلها طبعا هنا مع ما بين كيرلاند وماين اجنتور. هنا هير البحيري معانا، يعني هيبقى معاكم يعني بمعنى اصح. اللي اقدر اقوله كمان مثلا بالنسبه للشغل، انت في فتره المعادله بتاعتك بتكون بتشتغل بتقبض، لانك في فتره العمل بتكون ممرض مساعد، تمام. في ده فتره التدريب بجانب محاضرات النظر اللي هتاخدها هنا الأيام النظرية. بعد ما بتخلص المعادلة بتاعتك إن شاء الله بتتخرج فاخ كرافت، أخصائي تمريض هنا في ألمانيا. والحمد لله الشركة بتوفر لك عقود، مش شرط في المستشفى اللي انت عملت فيها فترة التدريب بتاعتك، ممكن في أي مستشفى انت حابب تروحها بتساعدك انت تروحها برضو، تمام. في المجال اللي انت عندك خبرة فيه هي بتحاول توفر لك، يعني على حسب احتياج العمل برضو في المستشفى. نقدر نقول كمان
بالنسبة للمحتوى العلمي، زي ما انا قلت المحتوى العلمي ما بيزيدش عن المحتوى اللي احنا اخدناه، بل هنا اخف بكتير عن اللي احنا درسناه في مصر. بس هي الفكرة كلها في اللغة، كل ما تكون اللغة بتاعت حضرتك او حضرتك احسن، كل ما هيبقى فيه هنا في سهولة في التعامل، في الدراسة، حتى في الامتحانات اللي بتتعمل لك. الامتحان مثلا بتاع نهاية المعادلة ما بيكونش امتحان نظري أو كتابي، بيبقى امتحان شفوي، وإن شاء الله ما بيكونش صعب كتير. يعني الحمد لله أنا امتحنت زمان امتحان ونسبة النجاح فيه عالية جدا الحمد لله. إيه تاني نقدر نزوده أو ننصحكم بيه؟ هو صراحة النصيحة الواحد يقدر يقولها اللغة دي اللي أنا أقدر أنصح بيها بجد. اللغة كل ما كانت كويسة، كل ما هتكون أنت مرتاح هنا، سواء حتى مش شرط يكون في دراستك أو في شغلك، حتى في تعاملاتك مع الناس. وبالتالي مفيش حاجة أقدر أزود أكتر من كده.